خلي شوية نروح إلى إيران. يا أخي، ما الفرق بين الخميني والخامنئي؟ يا أخي، خلي ملايين خامنئي في كفة، وخلي الخميني في كفة أخرى، الكفة اللي بيها الخميني ترجح تنزل. الخميني كان عالم، هسه دينه كان وحدة الموجود، وكان أنذى الأنواع الملحدين لا شك. أما كان متعلم، كان متثقف، كان تاعب على نفسه، لهذا كان يتمكن يدير الأمور، لهذا الناس كانوا يعتقدون بيه.